حق الصاحب، فالصاحب في ديننا له حق. قال الله عز وجل: والصاحب بالجنب. قال ابن سعدي رحمه الله: قيل الرفيق في السفر. الصاحب بالجنب هو رفيقك في السفر. وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، من يصاحبك سواء كان في السفر أو الزوجة أو كان صديقك الذي يصاحبك في بلادك أو نحو ذلك. قال: وقيل الصاحب مطلقا ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. وحق الصاحب على صاحبه يا معاشر الفضلاء كما قال العلماء مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له، والوفاء معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه. ومن حق الصاحب على صاحبه أن يكون جليساً صالحاً لصاحبه، لا يخرج صاحبه من مجالسته إلا بخير في دينه ودنياه. ولهذا كان السلف الصالح يسألون الله عز وجل الجليس الصالح. فعن حريث ابن قبيصة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن حق الصاحب على صاحبه أن يكون معينا له على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن حق الصاحب على صاحبه ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فمن حق صاحبك عليك أن لا تظن السوء به، وأن تجتنب كثيرا من الظن، لأن بعض الظن إثم. ومن حقه عليك أن لا تتجسس عليه ولا تختبره، وأن لا تغتابه، بل تحفظ عرضه وتدافع عنه إذا ذكر في غيبته بسوء. وجمع بعض أهل العلم حقوق الصاحب على صاحبه بأنها كف الأذى وتحمل الأذى وبذل الندى، أن تبسط له الخير وتكف عنه الشر، أن تبسط له الخير وتكف عنه الشر. وجماع هذه الحقوق أن يكون الصاحب خيراً لصاحبه، ومن كان خيراً لصاحبه كان خيراً عند الله. جماع حقوق الصاحب أن تكون خيراً لصاحبك، يعني أن ما تتصف به مع صاحبك يكون خيراً، وإذا حرصت على ذلك كنت خيراً عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. رواه الترمذي وصححه الألباني.